فضيلة الشيخ وفقكم الله، الاستفتاح الطويل هل لي أن أكتبه وأقرأه في النافلة من ورقة؟ ما له داعي، ما له داعي، احفظه ولا أجيبه أخسر منه، ما له داعي أنك تكتب وتقرأ وأنت تصلي تنظر بالكتاب نعم هذا شغل، هذا شغل عن الصلاة. نعم فضيلة وأيضا فيه تكلف. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.